السلام عليكم، وياكم اخوكم حسين، واليوم بقدم لكم مراجعة لعبة ديجيمون سيرفايف. اللعبة من انتاج شركة بانداي نامكو، تطوير استديو هايد مثل ما ذكرت بالفيديو السابق، فما راح اشرح زيادة على شنو صار بتطوير اللعبة. اللعبة هذه من نوع التكتيكال ار بي جي والفيجوال نوفل. باذن الله اليوم راح اشرح لكم عن اللعبة وجوانبها وهل تستحق وقتك او لا. بس قبل لا نبدي، تخيلوا معاي انكم حاسين بجوع بالليل، دخلتوا المطبخ طلعتوا عجينة بيتزا واضفتوا لها افضل صلصة عندكم وارقى انواع الجبن، وكإضافة اخيرة اضفتوا قطعة كاكاو مع شوية مكسرات. شفتوا ردة فعلكم على النوع اللي انا قلته كإضافة؟ هذا بالضبط شعوري عن خلطة اللعبة هذه، عن خلطة التكتيكال ار بي جي مع الفيجوال نوفل. شيئين مو راكبين مع بعض، بس ليش مو راكبين على بعض؟ تعالوا اقول لكم. المثال ما ادري شنو ربطه بالموضوع، المهم يمكن انا يعان الحين. أول شيء خلنا نبدأ بالقصة. بما أنها لعبة RPG Voice Novel، فأهم شيء فيها القصة، فخلنا نبدأ ونشرح عن قصة اللعبة أكثر. القصة بالنسبة لي كانت حلوة كأساس، لكن طريقة تقديمها سيئة جدا للأمانة. في بداية اللعبة كانت القصة تجذب بشكل جميل لأنه يشملها الغموض، ودائما الغموض يسبب عندي كلاعب الفضول أني أتعمق أكثر في اللعبة وعالمها لأتعرف على اللعبة وعالمها أكثر. أنت تبدي اللعبة بالشخصية الأساسية تاكوما، مجموعة من الطلاب رايحين في رحلة مدرسية في عطلة الربيع، وتصير حادثة معينة تؤدي إلى انتقالهم إلى عالم ثاني. من هني تبدي القصة وتناقش القصة وجود أساطير في القرية، والأساطير هذه تتمحور حول مخلوقات اسمها كيمونوغامي، وراح تعرفون معناها لما تلعبون اللعبة. تعليقي على القصة أن طريقة تطورها غير منطقي أبدا وغير مترابطة، والأحداث فيها مرات ما فيها منطق أساسا، والحوارات بعضها ضعيف جدا جدا جدا. اللعبة تحتاج تقريبا 25 ساعة لتختيمها، لكن الحوارات اللي فيها ممكن اختصارها في 3 أو 5 ساعات فقط. أغلب الحوارات عبارة عن أشياء جانبية ومواضيع ما لها أهمية. في البداية أنا كنت حريص جدا على قراءة كل حوار، كنت أظن بأن الحوارات بتحمل أسرار مرتبطة باللعبة ومسارات لها تأثير كبير بالقصة، لكن صراحة مليت من كثر الحوارات الجانبية، فقررت أني أسوي سكيب للحوارات وأركز على القصة بشكل بسيط، وصراحة هالشيء خفف من الملل وزاد المتعة، لكن قتلوا القصة بسبب بساطة القصة على الرغم من غموضها بالبداية. وأخيرا من ناحية الحوارات، أتكلم عن جانب لفت نظري باللعبة اللي هو التمثيل الصوتي. التمثيل الصوتي وبعض المقاطع التصويرية كانت ممتازة جدا. للعلم كتمثيل صوتي استعانوا بعدة ممثلين ممتازين، منهم ممثلة شيكا ساكاموتا اللي هي أساس الممثلة الصوتية لأجيمون في الأنمي. كنت أتمنى أن يتم الاهتمام بالحوارات أكثر، لأن هذا هو أهم جانب ألعاب الفيجوال نوفل، لكن للأسف اللعبة ما حققت لي الرضا من هالناحية أبدا. مثل ما نعرف عن طريقة اللعب أن اللعبة مقسمة إلى 3 أقسام، قسم قتال، قسم استكشافات، وقسم حوارات. وخلنا نبدأ بالقتال. القتال هو تكتيكي بحت مرتبط بأماكن الديجيمونات في القتال نفسه، والديجيمونات عندنا تنقسم قسمين. قسم الديجيمونات مرتبطة بالشخصيات الأساسية، وهذه الديجيمونات لها خاصية التحدث مع بعضها البعض لزيادة قدرتهم خلال القتال أو مع الأداء اللي كسبهم كديجيمونات في مجموعتك. والديجيمونات المرتبطة بالشخصيات لها مسارات في التطور، والتطور يتم خلال القتال، وكل تطور يستخدم عدد معين من نقاط الضربات في كل دور، فلازم أنت قبل لا تطور تفكر متى تتطور عشان لا تخلص نقاطك بدون لا تضرب عدوك. والقتال عندنا التكتيكي هنا حلو، بس إنه بسيط، يفتقد بعض الأفكار اللي تطور منه. كبداية يكون وايد ممتع، بس مع تقدمك بالقصة ما يختلف القتال. تصميم ساحات القتال متشابه جدا وفارغ، يغتل التفكير ويصير تركيزك بس انك تزيد طاقة ديجيمون واحد وتقاتل فيه، وبهالطريقة تضمن الفوز في كل قتال بدون لا ياخذ منك تفكير تكتيكي. وفي جانب الثاني من الديجيمونات اللي هو الديجيمونات اللي انت تكسبهم باللعب، هذيلا تقدر تطورهم باي وقت وظل التطور ثابت، فلازم انت تفكر عدل قبل لا تطور اي ديجيمون. ما يمكن ان التطور ممتع، وانك تشوف ديجيمونك يصير قوي يعطيك شعور جميل. في قسم قائمة الديجيمونات لو تشوفون معي عندك 3 اشياء رئيسية: قسم التدريب للتريننج انك تستخدم الايتمات عشان تزيد تات معين، قسم الادوات عشان تعطي ديجيمون اداة تفيده في القتال، وقسم التطوير اللي يوريك كل ديجيمون شنو مسارات تطوره من اوتوش وشنو الستات مع الديجيمونات متطورة هذه. والحين خلينا نتكلم عن جانب الاستكشاف. الاستكشاف هو عبارة انك تستخدم كاميرا تليفونك او هاتفك عشان تصور خبايا العالم الرقمي في المناطق، يعني في اشياء انت ما تشوفها بعينك المجردة، بس اذا شفتها بكاميرا تليفونك راح تعرف شنو هني موجود مخفي. يمكن تلقى بعض الايتمات او الادوات او بعض الديجمونات انك تقاتلها او تاخذها حقي. الاستكشاف صراحة جميل وبساطته تناسب توجه فيجوال نوفل، وانا تقبلته لان مرات حسيت يكسر لي جو الروتين للحوارات واعطاني شوي شعور استكشاف. بس مرات اللعبة تقتل لي هالمتعة، ان غصب
تقول لي ترى في شيء مخفي هني لازم تدوره قبل لا تطلع من هالمكان. انا ما احتاج تقول لي ان في شيء مخفي هني لازم تدوره، انا لاعب، انا ابي العب اللعبه، ابي استكشفها، ما بيخلصها وبس. يعني هو مو مسلسل او كتاب ابي اخلصه بسرعه، ابي استكشف، بشوف انت شنو خاش ده ايتمات، فخلني ادور على راحتي. مو تقول لي ترى هني في ايتم، ترى هني في ديجيمون، اوه شوف هناك ترى في ايتم ثاني، ليش تساعدني؟ مو دوره هو الموضوع، خلني انا ابحث واتعمق وادقق، لان التحدي والتفكير جزء كبير من جمال الالعاب ككل. واخر جزئيه باللعب هي الحوارات ومسارها. مثل ما ذكرت ان الحوارات المتعلقه بالقصه بشكل مباشر كانت حوارات حلوه وجميله، بس اللي خرب عليها الفلرات اللي اضافوها، وايد حشه وكلام وفلرات ما منها اي لازمه بالقصه، فقط عشان يمددون بالشابترات ويمددون في مده اللعبه. بالنسبه لي الحوارات وصلت لمستوى حلو في بدايه اللعبه وفي اخر اللعبه، لكن بالنص كانت ممله جدا، خصوصا اخر اللعبه واخر بارتين باللعبه، لان صاروا يركزون حيل بالقصه وطلعوا بشكل اجمل، بس للاسف هذا ربع فقط من حوارات ككل، فانا ما اقيس الحوارات كلها انها حلوه عشان بس ربع. هذا كان كلامنا بالنسبه حق الجيم بلاي. واخيرا بتكلم عن التوجه الفني للعبه، من تصوير ورسومات وتمثيل وموسيقى. التوجه الفني بالنسبه لي كان جميل من جميع النواحي، خصوصا كما ذكرت في بدايه الفيديو التمثيل الصوتي رائع جدا، والرسومات وتعابير الشخصيات كان جميل خصوصا ديجيمونات. تصوير اللعبه في القتال عجبني، لان العاب التاكتيكال ار بي جي لها نظام رسومات بسيط وجميل يناسبها، والموسيقى جميله، وفي بعضهم تم اعادتهم من العاب وانميات سابقه لعالم ديجيمون. بالنهايه اختم باكثر من جمله، اللعبه لو كانت فقط تاكتيكال ار بي جي مع عالم مقسم إلى مناطق تستكشفها مثل ألعاب فاينل فانتسي الكلاسيكية وألعاب دراغون كويست، أو أن يطورونها بأفكار تتشابه مع ألعاب فاير إمبلم، لكانت اللعبة أجمل بكثير. وجود جانب الفيجوال نوفل أثر سلبيا على اللعبة بشكل كبير. بالنسبة لي وجود هذا المزيج ما يليق بالألعاب الأر بي جي، لازم أنت تحط لي يا لعبة أر بي جي يا تحط لي فيجوال نوفل، مع بعض ما يمشون مع بعض. الفيجوال نوفل بالنسبة لي ما يركب إلا مع عوالم محدودة، مع قصص عميقة بعيدة عن عالم ديجيمون. اللعبة كمجمل مقبولة من ناحية الرسومات، وقتالها حلو نوعا ما جزء من القصة، والشخصيات مقبولة أيضا، لكن بالنسبة لي يعيبها الكثير كما ذكرت في الفيديو، خصوصا جزئية التوتوريال ما ذكرتها، لكن كفكرة سريعة كان التوتوريال وايد طويل، والجانب التقديمي باللعبة كان طويل ممل بشكل غير مفهوم. هذا كان رأيي الشخصي باللعبة، وأقيمها للأسف 5/10، وما أنصح فيها لأن سعرها أساسا عالي. إذا كنت مهتم في ألعاب ديجيمون في أجزاء وايد أحلى، سواء اللي قبل 5 سنة نازلة وحتى القديمة، وإن كنت مهتم بالتكتيكال آر بي جي في خيارات أفضل، وحتى من ناحية فيجوال نوفل في خيارات افضل، فالافضل انا بالنسبه لي ان ما تشترون هاللعبه ولا تضيعون وقتكم عليها. قولوا لي انتم شو رايكم باللعبه بالنسبه حق اللي لعبتوها، وفي شيء ممكن تشوفونه ايجابي وانا شفته سلبي. ولا تنسون شباب اللايك والسبسكرايب والشير، وبغيت اشكركم على تفاعلكم الاخير مع اخر كم فيديو، وايد هالشيء فرحنا كقناه. ان شاء الله نعدكم كمقاطع قادمه تكون افضل وافضل وافضل. اشوفكم على خير، مع السلامه.